السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير. سمحوا لي بزاف لان عطلت عليكم شويه الفيديو، ولا شحال هذه ما حطيت فيديوهات في القناه ديالي. نتمنى تكونوا كلكم على خير وتكون عمركم على خير. كيف كتشوفوا معايا دابا انايا مازال الرحله ديالي ما سالاتش في ميامي. هنايا غادي نمشي لواحد المول اللي هو دون في المول كاين تماك. غادي تشوفوا معايا، يلا خليكم مع الفيديو وخليكم معايا باش نتسالاو مجموعين ان شاء الله. كيف قلت لكم انا كنت عيانه شويه، داكشي علاش فيديوهات ولا شحال هذه ما حطيتش فيديو في القناه ديالي. وهذا واحد المول اللي هو كتشوفوا معايا كاين فيه بزاف ديال، فيه الصراحه فيه ما يتشاف، واحد البارتي اللي فيه كيف كتشوفوا معايا فيها بحال هكا معلقين اسماك، معلقين بزاف ديال الحيوانات معلقينهم، كتلقى حيوان هكا حاطينو. المهم داكشي زوين، خليكم معايا. هذا واحد الركع هنا كبير. بلاصة خاصة بالصيد، ها خاصة بالحوايج ديال الناس اللي تيصيدوا ولا بالسلاح، كيبيعوا السلاح هنا، كيبيعوا داكشي اللي عنده علاقة مع الصيدة. البلاصة كلها تشوفوا معايا خاصة بالفرادة والسلاح، اي حاجه بغيتيها كتلقاها هنا. شوفوا معايا المشروع هادي 49 ولكن هادي ما تلقاش هاد الحبة وقيلا في المغرب، هاد الحبة تلقاها في المغرب. ما يخليوش.